طبعا اليوم انا وبسمه وين؟ في دبي. شو بنسوي يا بسمه؟ اما انا عايز اعرف شو بنسوي، هنركب اني يخت من اليخوت دي؟ اليوم يا بسمه ما في يخوت. نعم. اختارتي بين ماكلارن ولا لامبو؟ والله خليني اشوف المكلارن. لا المكلارن يا بسمه انا اخترتها لان نفس لوني، لو تشوفين شوف المكلارن على يمينك. ايه نفس لونك؟ نفس يعني لون تيشيرتي، فانا مطقم معاها. لا احنا نعمل كده حاجات كده ونشوف من القص. اذا المشاهدين حجر ورقم قص بيني وبين بسمه بالزبط. واللي بيفوز بياخذ المكلارن. اوكي حجر ورقم قص، فزت. طيب بسمه اخذت المكلارن يا شباب، اخذ انا اللامبو. تعالوا خلينا نعيش التجربه هذه انا وياكم بسمه مع بعض. يلا بسمه يلا نتسابق. ها هنتسابق اكيد. الدركسيون بيلف 30-30 مش زي العربية بيلف لفة كاملة، والسرعة 60. وطبعا بعد ما عرفت المعلومات الحلوة هذه من بسمة لازم تعرفون ان السيارة ما فيها بريك يا بسمة. خلنا نستمتع في الرحلة هذه. يلا بينا. يلا بينا. مفيش حد كسب يا بسمة، كانت لعبة حلوة ودية بيني وبينك. الصراحة هي لا مكسب ولا خسارة، هي لعبة انبساط. انبسطنا جدا 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 بالهواء والبحر والمية والفيو وكل حاجة. بسمة كل شيء كان واو، مو بواو، سوبر واو، كانت حلوة حلوة حلوة. بسمة تأخرنا على الحلقة جدا، هوديكي بالفراري. بالفراري؟ يلا يا بسمة.